بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار النجاح: لن أتعلم من شخص أقل مني شأنا. تأكد أن كل شخص لديه ما يقدمه، وأن كانت خبرته متواضعة ومهنته بسيطة، وأن الخبرات أكبر من أن تنحصر في مجال العمل، أو أكبر من أن تكون حكرا على المتعلمين فقط. ثم عندما تتخلى عن فكرة أن الشخص الآخر أقل شأنا منك أو أنه ذو خبرات محدودة، عندها ستسمح لنفسك بتقبل أفكار جديدة ومختلفة، وستفتح الباب كثير من التنبيهات المفيدة، وستكسب نظرة من أكثر من زاوية ورؤية واسعة. وتأكد أن كثيرا من السفن لم تصل إلى الموانئ التي تريدها، ليس بسبب الفشل، بل بسبب الأمواج العاتية. وكذلك كل إنسان وظروفه. شكرا لكم.